داليا مجاهد هي أول أمريكية مسلمة تنضم إلى إدارة الرئيس باراك أوباما لتكون ضمن الفريق الاستشاري المصغر الذي يقدم النصيحة والرأي لزعيم البيت الأبيض. الزميلة نادية البلبيسي التقت المستشارة الجديدة وحاورتها بشأن ملفات كثيرة، لنتابع. في مكتبها مكتب جالوب للدراسات الإسلامية، حيث ترأس داليا مجاهد الأمريكية المصرية المعهد الذي يقوم بأبحاث واستطلاعات عن المسلمين، تلقت مكالمة هاتفية طلب منها مسؤول في إدارة أوباما أن تنضم إلى مجموعة حوار الأديان لتكون بهذا أول مسلمة محجبة تلعب دورا استشاريا في إدارة الرئيس. أهم حاجة أن أنا أقدر أفهمهم إيه المسلمين عايزين إيه وبيفكروا إزاي وإيه اللي مزعل المسلمين من أمريكا. هل فعلا هم بيكرهوا الحرية مثلا كما سمعنا الناس لو زعلانين من أمريكا عشان زعلانين من الحرية بتاعت أمريكا أو ما بيحبوش الديمقراطية بتاعت أمريكا، فإن أنا أقدر أساعدهم مجرد يفهموا إيه المشاكل فعلا، دي طريقة كويسة بتهيألي إن أنا أساعد الرئيس أو أمريكا تحسن صورتها. الرئيس أوباما الذي يقول دوما أن في عائلته أفرادا مسلمين وأن الولايات المتحدة ليست ولن تكون في حرب مع الإسلام، لم يعين حتى الآن أمريكيين مسلمين في مناصب مهمة، ودخول داليا مجاهد قد يكون البداية. 35% بس اللي بيقولوا ما عندهمش عنصرية خالص للمسلمين، وبقية الأمريكان بيقولوا إن هم عندهم نسبة من العنصرية. 1 من 5 حوالي 19% بيقولوا إن هم عندهم عنصرية شديدة ضد المسلمين، فدي المشكلة. وتقول داليا إن الرئيس أوباما بدأ بتصحيح الصورة السلبية عن المسلمين، وكانت دراسة لمعهد جالوب قد أظهرت أن مسلمي أمريكا هم أكثر تعليما بين الشرائح، ومهمتها ستكون في إعطاء الرئيس صورة حيادية ليست ملونة بأيديولوجية. ومن المعروف أن داليا مجاهد أصدرت كتابا تحت عنوان من يتكلم نيابة عن الإسلام.